انطلاقا من مسؤولية مطرانية السريان الأرثوذكس الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أقام مكتب الإغاثة في المطرانية دورات التعليم المهني لتمكين الشباب. قررت مطرانية السريان الأرثوذكس إقامة دورات تعليم مهني لمجموعة كبيرة من شبابنا وشاباتنا، يلي بالفعل اليوم هن أحوج ما يكون لتوسيع قدراتهم وطاقاتهم للانطلاق بشكل أفضل بسوق العمل. والحمد لله نهاية الدورات كانت ممتازة جدا، تمكنا من تأهيل أكثر من 240 شاب وصبية بسبع مناحي من مناحي الحياة المهمة. نحن عم نسعى حقيقة أنه نسعى بشكل قوي أنه نأمن أكثر من تعليم، نأمن وسائل، نأمن تجهيزات، والحمد لله في جهات مانحة كتير عم تتعاون معنا وصار عندها ثقة كبيرة فينا ومستعدة تساعدهم، وبعتقد حفل اليوم رح يشكل نواة أساسية بهالدعم. كان هدفنا الأولي من هاي المبادرة أنه بعد ما طلعنا من هالحرب القذرة طلع عنا كتير فئة من الشباب والصبايا ما عندهم شغل، ما بيعرفوا مهن، ما بيعرفوا شيء أبدا، فكان هدفنا أنه هالفئة نعلمهم يعتمدوا على نفسهم، يتعلموا مهنة لحتى يقدروا يبنوا عائلة ويكونوا فعالين بالمجتمع. لا شك أنه هاي الفعاليات اللي عم بتصير هي كلها بتنصب في دعم وتنمية مهارات الشباب القائمين بهاي المشاريع. المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المشاريع الرائدة اللي نحن بينين أعمالنا عليها. اليوم غرفة التجارة لها دور مجتمعي مهم جدا، هو في دعم هاي الفئة من يعني دعم لوجستي، من تأمين الرخص وما رخص وما شابه ذلك لكل أعمالهم وفعالياتهم. قدمنا دورات بعدة اختصاصات، الخياطة، صيانة الحواسيب، والمحاسبة العملية. حاولنا نكون مع الشباب لحتى ندعمهم ويساعدهم ليصيروا لسوق العمل، يوصلوا لسوق العمل. قدمنا لهم خبرات العملية بشكل أكاديمي، حيث تلقى نحو 240 شابا وشابة التدريبات الكافية والعملية والتي تنوعت بين الصناعة والتكنولوجيا والفنون. هذا الشيء أهلنا نحن لنفوت بسوق العمل، لنقدر نرفض الكوادر البشرية عنا بحلب أو بسوريا بشكل عام. تعلمنا الأسس الأساسية بالخياطة، يعني حتى نطالع القالب مو بس نقعد على الماكينة. كانت دورة كتير متميزة وعطونا تقريبا أكثر من المطلوب حتى، يعني هلأ أنا بلشت أشتغل على البرنامج، مثلا برنامج البازار اللي هو برنامج محاسبة، وكثير استفدت عليها. أنا انتسبت لدورة الحلويات، حلويات شرقية وغربية، كان عندي ميول بس هيك استفدت أكثر لأنه تعلمنا أكاديميا. وتأتي هذه الخطوة بهدف توسيع قدراتهم ومهاراتهم للانطلاق بالشكل الأمثل في سوق العمل. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.